اهلا بكم حضراتكم في حلقه جديده من كورس امبيدد سيستم توتوريال. ان شاء الله النهارده هناخد بعض الابلكيشنز المهمه زي الاوتوماتيك دور والاوتوماتيك جراج والليفل كنترول. طبعا قبل ما تسمع حلقه النهارده لازم تكون سمعت حلقتين مهمين خاصين بالدي سي موتور، وهي حلقه السنجل دايركشن باستخدام ترانزستور والريلي، وشرحنا ازاي نعمل انترفيس بين الموتور والمايكرو كنترول باستخدام ترانزستور والريلي، والحلقه الثانيه ازاي اعكس حركه الدي سي موتور باستخدام الترانزستور او الريلي او ال 293 دي. الحلقتين دول لازم تسمعهم قبل ما تسمع حلقه النهارده. هنبدا باول ابلكيشن عندنا وهو الاوتوماتيك مين دور. طبعا بيبقى هنا في اي فندق او اي مكان عام كده بيبقى فيه باب طبعا اوتوماتيك، باول ما بيحس ان في شخص جاي ناحيته بيفتح الباب اوتوماتيك. طبعا انا عندي هنا الموتور او الباب هيفتح وعن طريق سنسور او بعد فتره معينه هيقفل، فبالتالي في ليميت سنسور عندي هنا بيحس ان الباب وصل لنهايته وبالتالي يوقف فتح، ولو الموتور بيقفل يحس ان برضو ان هو وصل للنهايه بتاعته فيوقف القفل، فبالتالي عندي ليميت سنسور هنا للقفل وليميت سنسور للفتح. كمان عندي انتري سنسور ده بيحس ان في شخص واقف عشان يفتح البوابه، وعندي كمان اكزيت سنسور ان هو بعد ما الشخص يعدي من البوابه السنسور ده يحس بيه بيروح وقتها يقفل البوابه. وطبعا ما انساش عندي ستارت ستوب المين للمنظومه، دي احد طرق البرمجه. هنشوف برضو في نفس الابلكيشن طريقه تانية بعد شويه. يبقى تاني لو في شخص واقف قدام البوابه السنسور الانتري هيحس بيه هيروح فاتح البوابه. هيفتح البوابه لغايه امتى؟ لغايه ما الليمت سنسور الخاص بالفتح اللي هو ال اس 1 ده يحس، يروح يوقف فتح الموتور او فتح الباب لغايه ما الشخص يعدي من الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه او يطلع بره البوابه خلاص هيحس بيه الاكزيت سنسور. اول ما يحس يروح اوتوماتيك يروح قافل الباب، يفضل يقفل في الباب لغايه ما الليمت سنسور ال اس 2 ده يحس ويوقف قفل الباب. نروح نشوف البروتس عندي. طبعا عندنا هنا الماستر كلير ما انساش هوصلها تبقى بول اب. عندنا كمان في ستارت سويتش لان المنظومه ليها ستارت، والستوب هيبقى طبعا هو الماستر كليف زي ما احنا قلنا. الستارت عندي اهو، وعندي اتنين سنسور الانتري والاكزيت، وكمان عندي اتنين ليميت سويتش او ليميت سنسور خاصين ب ليميت سويتش خاص بفتح الموتور وليميت سويتش خاص بالكلوز بتاع الموتور اللي هو مين الاند. كل السنسورز عندي هنا او السويتشات موصلها بول مين بول داون. يبقى الديفولت بتاعها انها مش حاسه او الديفولت داخل زيرو، اول ما يحس يدخل واحد. نروح نشوف كده طريقه البرمجه ازاي. اول حاجه بعمل هاش ديفاين، طبعا الستارت انا موصله على بي زيرو، والستوب بيبقى على الماستر كلير ده كومنت عادي خالص. وعندنا كمان الانتري سنسور انا موصله على بي واحد، والاكزيت على بي اتنين، والاوبن اند اللي هو الموتور بيفتح فيه ليميت سنسور اول ما يفتح او يوصل للماكسيمم انه خلاص فتح للاخر بيبقى الاوبن اند ده حس. ومعنى بالمثل كمان في الكلوز اند ده خاصين كلهم انبوت، كلهم انبوت هنا عندي الخمسه. وعندي كمان الموتور اوبن اللي هو خاص بفتح الموتور ده هيشغل الموتور، دي متوصله على سي زيرو، والموتور كلوز متوصله على سي. طبعا دي البويد مين عندنا هنا. في البدايه هعرف التريس سي وبورت سي عندي بصفار، يعني انا اعرف الاثنين بن دول كاوبوت عليهم، الاثنين بن خاصين بالموتور زي ما احنا قلنا، لان انا الموتور بعكس حركته، الموتور هعكس حركته باستخدام مين؟ الاربعه ترانزستور زي ما احنا شايفين. فبيبقى عندي البن دي بتخلي الموتور اوبن مثلا، والبن دي بتخلي الموتور كلوز، فالاثنين يبقوا ايه؟ هيبقوا اوتبوت. طيب وعندنا خمسه انبوت اللي هم هقول تريس بي متوصلين على بورت بي اللي هو خمسه وحايد، يبقى خمسه انبوت عندي، وهصفر الباقي عشان في ثلاثه بن هنا تعرفوا كانبوت انا اي نعم مش موصل عليهم حاجه، بس بصفره عموما عشان ايه؟ ما يطلعش اوتبوت عندي. وبعد كده المنظومه ما تشتغلش الا لما ايه؟ اول حاجه اعمل تشيك ان تكون البوابه الديفولت عندي مقفوله، يبقى اول حاجه في البدايه خالص بدايه المنظومه الانشاليزيشن ان لازم اعمل تشيك ان البوابه تكون مقفوله، طب لو ما كانتش مقفوله اقفلها. يعني من البدايه ان انا اعمل تشيك، لو البوابه مش مقفوله اقفلها. اعمل تشيك ازاي؟ يبقى انا اعمل تشيك على الكلوز اند. لو هو مش اتفقنا طول ما هو زيرو لان الديفولت هو ايه؟ زيرو، كل السنسور مدخله زيرو، فهو مدخل زيرو دي معناها ان هو ايه؟ ان هو معنى كده ان البوابه مفتوحه، يعني طول ما هو مدخل زيرو يبقى البوابه مفتوحه، فاقول له طول ما انت بزيرو
اعمل ايه للكلوز؟ شغله شغله. هي طول ما هو مش حاسس عندي هشغل الكلوز لغايه ما يحس. طب اول ما يحس هنا خلاص هيسيب الخطوه دي وينزل على الخطوه اللي بعدها. اعمل ايه للكلوز؟ اول ما يحس اوقفه. دي اسمها انيشياليزيشن في حاله ان البوابه مش مقفوله. طيب بعد كده هروح اعمل ايه؟ المنظومه ما بتشتغلش الا لما اضغط على ستارت. فانا بقول له طول ما الستارت اري زيرو معناها ان انت مش ضاغط، اري زيرو اهو مش ضاغط، يبقى اعمل ايه؟ خليك واقف. طب اول ما يقرا واحد يقرا واحد هروح ادخل في الكود بتاعي او البرنامج. خلي بالك ان وايل ستارت بتساوي زيرو سيمي كولوم، دي ممكن اكتبها كده وايل ستارت بتساوي زيرو قوسين فاضيين، دي يعني اعمل لوب هنا في الحته دي. طب هينفذ ايه؟ ولا حاجه، اكنه بعمل له اشغال لغايه ما الشخص اللي عايز ينفذ الكود يضغط على ستارت. الخطوه دي هي نفس الخطوه دي. هروح هواي الواحد، هدخل جوه هواي الواحد، طبعا الكود بتاعي هيتكرر وقفلت الكوس بتاع هواي الواحد. هروح اعمل ايه؟ اعمل تشيك للانتري سنسور، هل في شخص واقف قدامي ولا لا؟ تمام؟ خلي بالك انا بعمل تشيك هل السنسور بتاعي اري واحد، لان هو الديفولت داخل زيرو. طب اول ما يقف شخص يروح اري واحد، معناه ان في شخص واقف كده قدام الباب. هقول له اول ما انت حاسس بواحد اعمل ايه؟ طبعا دي يمين اف والقوس بتاعها اهو. هيعمل ايه؟ اول حاجه اتاكد الكلوز بتاعي بزيرو، اتاكد ان البن اللي هتعمل للموتور كلوز بزيرو، لان انا هعكس حركه الموتور، فعشان ما اشغلش اتنين بن في نفس التوقيت واعمل لي مشكله اتاكد ان الكلوز عندي بزيرو. اول حاجه هستنى 500 مللي سكند عشان ما اعكسش حركه الموتور مباشر، عشان ده هياثر على عمر الافتراضي بتاع الموتور، فبستنى 500 مللي سكند تقريبا نص ثانيه يعني. هعمل ايه للاوبن؟ طبعا لو الشخص حاسس او السنسور حاسس ان في شخص قدام البوابه هيعمل ايه؟ هيشغل الاوبن. طب هيشغل الاوبن لغايه امتى؟ لغايه ما السنسور بتاعها يحس. هقول له كده وايل الاوبن اندرسكور اند اللي هو السنسور الخاص بالاوبن، طول ما اري زيرو خليك واقف في الحته دي، خليك واقف ما تعملش حاجه. طب اول ما يحس هيعدي الخطوه دي يروح يعمل ايه؟ يروح يوقف الاوبن، يوقف الاوبن. ده في حاله مين؟ الانتري سنسور بيساوي واحد. يبقى اول حاجه يقفل الكلوز ما يشغلهوش، يشغل الاوبن، يفضل يعمل اوبن لغايه ما السنسور بتاعه يحس، اول ما يحس يوقف الاوبن بتاعي. بعد كده هروح اعمل ايه؟ هروح اعمل تشيك على الاكزيت سنسور، هل الشخص ده عدى البوابة خلاص والسنسور بتاع الاكزيت حاسه ولا لا؟ نفترض ان في شخص عدى يعني عدى ناحيه الاكزيت والسنسور حس، وفي نفس التوقيت في شخص تاني واقف قدام البوابه عند الانتري كده سنسور عايز مين؟ وعايز يدخل. طب هل يقفل ولا يفضل فاتح الباب؟ لا طبعا يفضل فاتح الباب ما يقفلش. فعشان كده لما انا اروح اعمل تشيك على الاكزيت سنسور اقول له طول ما الاكزيت سنسور هل بيساوي واحد؟ يعني الشخص ده طلع، وفي نفس التوقيت ما يبقاش الانترو حاسس، يعني ما يبقاش في شخص قدام الانتري عندي. ليه؟ لو الاكزيت حس وفي نفس التوقيت في شخص تاني بعده عايز يدخل او يعدي من البوابه فالانتري هيبقى حاسس، لا طبعا وقتها ما ينفعش اقفل البوابه. يعني هقفل البوابه وارجع افتحها تاني مش منطقي طبعا. فانا بعمل ايه؟ اتاكد الاكزيت سنسور عندي حس بيساوي واحد، في نفس التوقيت مفيش شخص تاني واقف قدام البوابه ان هو عايز يعدي او يدخل. فبعمل ايه في التوقيت ده؟ اول حاجه اوقف مين؟ اتاكد ان الاوبن عندي واقف، اللي هو الموتور اوبن بن اللي هي خاصه بالاوبن واقفه، يعني الموتور واقف بزيرو. هستنى 500 واعمل ايه؟ واشغل الكلوز 500 واشغل الكلوز. تمام. طيب هشغل الكلوز لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ لغايه ما اقول له if close underscore end بيساوي سو واحد، يعني اول ما يحس الكلوز اند، كلوز اند اللي هو السنسور الخاص بالكلوز، اول ما يحس اعمل ايه؟ اروح اقفل الكلوز مباشره، اقفل الكلوز. طب في واحد ممكن يسال يقول يا باشمهندس هنا انت قلت هو الاوبن اندرسكور اند بيساوي زيرو، خليك واقف في الحته دي. طول ما انت مش حاسس اعمل ايه؟ خليك واقف في الحته دي، اول ما تحس روح اقفل الاوبن. طيب ليه ما خدتش هوايل هنا؟ ما عملتش هوايل في الحته دي؟ قلت هوايل كلوز اندرسكور اند بيساوي يساوي زيرو، خلي بالك سيمي كولوم، خليك واقف وبعد كده اعمل كلوز بعدها. لا ليه؟ لان نفترض انت بتقفل البوابه دلوقتي، بتقفل البوابه. حلو؟ انت بتقفل البوابه، فانت كده وفي شخص وقف قدام الانتر وعايز يدخل، يبقى هو الشخص ده هينتظر عندك ان البوابه تقفل وبعد كده السنسور يحس بيه بعد كده يرجع يفتح. لا ده انا في نفس التوقيت انا وبقفل البوابه في شخص واقف قدام البوابه لازم ارجع اعيد فتح البوابه تاني، اوقف القفل، اوقف القفل ما اخلوش يكمل انه يقفل للنهايه، لا اوقف في نفس التوقيت وارجع افتح البوابه.
فانا لو حطيت هويل هنا كده هخليه يكمل يقفل الاول وبعد كده يفتح، فدي مشكله. فانا حطيته جوه اف، طول ما الكونديشن ده مش متحقق هيعمل ايه للكلوز؟ مش هيروح يوقفها، لا هيروح يعمل ايه؟ هيرجع تاني لان انا ما شغلتوش بهويل اللي هنا، مباشره يرجع هنا يعمل تشيك، اه ده الانتري عندي بواحد، انتري بواحد، يروح هو موقف الكلوز ومباشره يروح فاتح في نفس التوقيت. تاني الخطوه هنا ممكن واحد يعمل هوايل اللي هو كلوز اندر سكور اند بيساوي يساوي زيرو، يروح يقول لك اعمل موتور كلوز في الحته دي. غلط. ليه؟ قلنا ان في شخص واقف قدام البواب وفي نفس الوقت البوابه بتقفل، ايه المنطق؟ المنطق يقول ان انت توقف القفل، توقف البوابه زي ما هي وتعيد فتحها، يرجع تاني يفتح البوابه وخلي الشخص يعدي وبعد كده ارجع اقفلها طبيعي تاني. يعمل كده ازاي؟ هو اللي هتوقف البرنامج في الحته دي، هتخليه يقفل الاول. لا، فعشان كده انا لجأت الاف، لان الشرط ده لو مش متحقق مش هيروح يقفل. اف لو الشرط مش متحقق مش هيقفل، يرجع تاني يعمل تشيك على الشرط اللي هنا، اه ده هيلقى الانتري عندي بواحد، مباشره يوقف القفل ما يكملش للنهايه. ما يوقف القفل ما يكملش للنهايه، ملهوش علاقه السنسور هنا خلاص. هيروح يعمل ايه؟ هيروح يفتح ويعمل تشيك للاوبن وبعد كده يعيد الكود تاني من الاول. تمام؟ تعال نشوف البروتس عندنا كده. اهو. طبعا انا اعمل ايه؟ لو عملت رن في الاول، رن الموتور كلوز عندي ده مش حاسس، مش حاسس، معنى كده ان البوابه مالها مفتوحه. ده مش حاسس اهو، يبقى البوابه مفتوحه كده. هنلقى الموتور يشتغل في البدايه اهو، تمام؟ هيبقى شغال اهو. لغايه ما مين؟ لغايه ما الكلوز يحس، اول ما يحس الموتور يقف. ده اسمه انشاليزيشن. طب تاني، انا هعمل رن بس الكلوز حاسس في البدايه. حاسس يعني الموتور مقفول. طول ما هو حاسس يبقى الموتور الخاص بالقفل او الاتجاه القفل كده ايه؟ السنسور بتاعه حاسس. طب اعمل رن مش هيشغل حاجه، شايفين اهو مش هيشغله لان هو حاسس، مش هيقفله يعني. طيب بعد كده اضغط على مين؟ على ستارت. لما انا اضغط على ستارت وفي واحد واقف قدام الانتري، ايه اللي يحصل؟ يفتح. طبعا ده هيبقى ايه؟ خلاص كده مش حاسس لان هو خلاص الموتور هيكون عدى مين؟ الليميت سنسور. طب الانتري كده شغال، في شخص واقف، فالشخص الواقف ده هيفتح الموتور، هيفتح الموتور لغايه مين؟ الموتور اوبن هيحس، اول ما يحس خلاص يوقف فتح، يوقف الفتح. طيب الشخص عدى من قدام البوابه، مين اللي هيحس؟ الاكزيت سنسور، هيعكس حركه الموتور لغايه مين؟ لغايه ما الكلوز سنسور يحس اهو. طب تاني ادي في واحد عدى انتري، الموتور يفتح لغايه ما الليميت سنسور بتاعه يحس. الشخص عدى، ركز معايا كده، الشخص عدى اهو، يبقى الموتور كده بايه؟ بيقفل، بيقفل بس مازال بيقفل اهو. في نفس التوقيت الانتري عندي حس، يروح يوقف ويروح عاكس حركه الموتور على طول، يفتح لغايه ما السنسور الخاص بالاوبن يفتح، السنسور الخاص بالاوبن يحس، يوقف الموتور. طب وبعدها هيعدي الاكزيت، الاكزيت اهو، لغايه ما بعد كده السنسور ده يحس. طب السنسور ده قبل ما يحس والموتور بيقفل، شخص تاني عايز يدخل اهو، هيروح عاكس حركته مباشره لغايه ما الاوبن مين يحس. اتمنى يكون التطبيق مفهوم. طيب دي احدى طرق البرمجه، ان البوابه هنا بتاعتي، البوابه دي، البوابه عندي هنا ان هي بوابه دخول بس، بوابه دخول بس، يعني الانتري سنسور يحس، يعني الشخص الثاني الشخص يعدي، الاكزيت سنسور يحس. طيب في احد البوابات تبقى الدخل وخارج في نفس الوقت، يعني دخول وخروج في نفس التوقيت، يعني البوابه دي ينفع يدخل منها ويخرج منها نفس البوابه. طبعا يبقى مش هيبقى الكود ازاي؟ تعال نشوف كده الكود بتاعنا هيبقى ازاي. تاني نفس الابلكيشن، مفيش اي اختلاف، نفس الابلكيشن، في الانتري سنسور والاكزيت سنسور وفي الموتور اوبن والموتور كلوز وعندي ستارت. طبعا ركز معايا كده، هنغير حاجات بسيطه في البرنامج. ان اول حاجه لازم اضغط ستارت، طبعا انا الديفولت هنا في الحاله الثانيه هفترض ان الموتور يعني البوابه مقفول، يبقى انا مش هعمل انشاليزيشن، يعني هفترض الموتور مقفول. طيب لو شخص عايز انتر او اكزيت، يعني عايز يدخل او يخرج من نفس البوابه، يبقى الموتور يعمل اوبن في الحالتين، يبقى الانتر سنسور والانتري سنسور والاكزيت سنسور اي واحد منهم يحس البوابه تفتح. الطريقه دي غير الطريقه اللي انا شرحتها من شويه، ان اي واحد من الاثنين يحس البوابه تفتح.
تفتح لغايه مين؟ من الليمت سنسور بتاعها يحس. هنا هيستنى 5 ثانية وبعد كده يعكس حركة الموتر، يعني يستنى 5 ثانية يضمن الشخص عدى من البوابة وبعد كده يعكس حركة الموتر. لأن اتفقنا الانتر والاكزيت سنسور دول هيفتحوا البوابة في جميع الأحوال، سواء الشخص عايز يدخل أو يخرج. يبقى الشخص عايز يدخل أو يخرج يفتح البوابة. طب هيفتح البوابة لغاية امتى؟ لغاية 5 ثانية. 5 ثانية هيفتح البوابة طبعا لغاية ما السويتش بتاعه أو الليمت سنسور يحس، أو يستنى 5 ثانية. 5 ثانية ده هيضمن إن الشخص عدى. أول ما يضمن إن الشخص عدى مباشرة يعمل كلوز لغاية ما الليمت سنسور يحس. طيب نفترض هو بيقفل برضه، هو بيقفل في شخص تاني عايز يعدي من البوابة. شخص تاني عايز يعدي من البوابة وهو الموتور بيقفل، أعمل إيه؟ في نفس التوقيت المفروض أوقف كلوز، الكلوزنج أهو ماست بي ستوبد، المفروض لازم يقف، وبعد كده الدور لازم يعمل له إيه؟ يعمل أوبن. طيب ده فلوت شارت برضه بسيطة، لو أنت هتشتغل على الفلوت شارت مفيش مشكلة. أدي ستارت، بعد كده بظبط الانبوت اوتبوت واروح بضغط على ستارت. اول ما الستارت بتاعي بيبقى بواحد يروح داخل الكود، لو نو بيعمل تشيك عليه بيرجع تحت هنا. طبعا انا لازم اضمن ان السنسور انتر عندي اللي هو الانتري سنسور والاكزيت سنسور اي واحد من الاثنين حس، لان البوابه دخول وخروج في نفس التوقيت. اي واحد من الاثنين حس يبقى هستخدم اور، اعمل ايه؟ يس اوبن على طول افتح الباب. طب نو ارجع اعمل تشيك، خليك في الحته دي اعمل تشيك. لو يس هيروح يعمل ايه؟ اوبن للموتور لغايه ما مين؟ ما السنسور بتاعه يحس. اول ما يحس يوقف الاوبن. هيستنى كام ثانيه؟ 5 ثانية يضمن الشخص يكون عدى، الشخص ده يكون عدى من البوابه خلاص، عدى. الاكزيت سنسور ده مش بيحس بالشخص ان هو طلع، لا ده اول ما يحس يفتح الباب لغايه ما مين؟ بعد 5 ثانية يعمل ايه؟ كلوز. هنا بعمل كلوز بعد 5 ثانية لغايه ما مين اللي يحس؟ الليمت سنسور 2 يحس. هعمل كلوز لغايه ليمت سنسور مين؟ 2 يحس. لو ليمت سنسور 2 حس اعمل ايه الكلوز؟ اوقفها واستنى 1 ثانية وارجع تاني اعمل تشيك عندي على مين؟ على الكود من اوله. ليمت سنسور 2 اللي هو الخاص بالكلوز ما حسش، لو ما حسش اروح اعمل تشيك برضه، هل سنسور 1 او 2 حاسس اللي هو الانتري او الاكزيت حاسس؟ لو حاسس وقف الكلوز في نفس التوقيت، ما تكملش قفل، وقف استنى 1 ثانية ارجع لمين؟ ليروح اعمل اوبن للموتر، اعمل اوبن للموتر او للبوابه. تعال كده مع بعض، مفيش اي اختلاف، نفس البنات، ظبطت تريس سي وبورت سي 0، يعني الاوبن والكلوز في البدايه مصفرهم، وتلاقي الخمسه سويتشات دول ايه؟ انبوت. مفيش انيشاليزيشن هنا، يعني انا بفترض ان البوابه مقفوله ديفولت، مقفوله في البدايه. فاروح استنى ستارت عندي، استنى ستارت، هروح لهواي الواحد، اعمل ايه جوه هواي الواحد؟ هنا ركز معايا كده، انا قلت اي سنسور من الاثنين هيحس هيبتدي يشغل البوابه، يفتح البوابه. يبقى اقول له اف انتري سنسور يساوي يساوي 1. ليه يساوي 1؟ لان هو ديفولت مدخله 0. اول ما انت تضغط او السنسور ده يحس يدخل 1، فاقول له طول ما هو حاسس او السنسور اكزيت حاسس، لان يعني دي بوابه دخول وخروج في نفس التوقيت نفس البوابه، طول ما اي واحد من الاثنين حاسس اعمل ايه للاوبن؟ اشغل الاوبن. تمام، اشغل اوبن لغايه امتى؟ لغايه ما الاوبن اند يحس اللي هو الليمت سنسور بتاعي ال اس 1 ده. اول ما يحس طول ما هو مش حاسس خليك واقف في الحته دي، اول ما يحس اعمل ايه؟ وقف الاوبن طبعا. بعد كده هستنى 5 ثانية، 5 ثانية هضمن ان الشخص يكون عدى من البوابه، هبتدي اعكس ايه الحركه، اعكس الحركة. طب اعكس الحركة بعد كده اعمل ايه؟ بعد ما اعكس الحركة اعمل تشيك على الكلوز اند، اعمل ايه؟ تشيك بتاعتي على الكلوز اند اللي هو الاقص بالقفل، بيساوي يساوي 1. هل لو بيساوي 1 اعمل ايه؟ اقفل الكلوز. تمام، واستنى 1 ثانية. طيب واستنى 1 ثانية واروح لمين؟ جو تو لوب. فين اللوب دي؟ جو تو لوب يرجع تاني هنا يعمل تشيك للاثنين سنسور، يعني تاني انت شغال الكلوز هنا، هيعمل كلوز لغاية ما السنسور بتاعه يحس. اول ما يحس يوقف الكلوز يستنى 1 ثانية ويرجع يعمل تشيك تاني على مين؟ على الاثنين سنسور لو واحد من الاثنين حاسس. تمام، طيب نفترض ان في نفس التوقيت ده انت بتعمل كلوز هنا في الحته دي وهيعمل تشيك على السنسور، ما لقوش لسه ما حاسش، يبقى هيطلع من يعني مش هيدخل جوه اف دي. طب وفي نفس التوقيت لازم تعمل تشيك على الاثنين سنسور، لان انت بتقفل، نفترض في واحد وقف قدام الباب عايز يدخل او يخرج، يعمل ايه؟ هروح اقول له كده نفس التوقيت، لو الاف الانتري سنسور حس او الاكزيت في نفس التوقيت اعمل ايه؟
اوقف الكلوز واستنى واحد ثانيه وجو تو اوبن مباشره. اروح اعمل ايه هنا في الحته دي؟ جو تو اوبن في الحته دي ان انا اعمل اوبن للموتور بتاعي، اشغل الموتور اوبن طبعا. وما انساش هنا جو تو تشيك في الحته دي، تمام. طيب نفترض ان السنسور بتاعي ما حسش والانتر سنسور والاكزيت سنسور مش حاسين، وانت في الاول بتعمل كلوز، اروح اقول له هنا جو تو تشيك، يرجع يعمل تشيك على الحاله دي، يعمل تشيك في الجزئيه دي لغايه ما واحد من الاثنين كود دول يتنفذ، يا اما السنسور بتاع الكلوز يحس، يا اما واحد شخص يبقى عايز يدخل او يخرج من على البوابه. هنا ممكن اختصر الكود، هو كده صحيح هيشتغل تمام وهنشوفه دلوقتي. ممكن انا اختصر كده، ممكن اقول ايه هنا؟ انت بتقول لو الكلوز بتاعك بيساوي سو واحد حس، اعمل كلوز واستنى واحد ثانيه وجو تو لوب هنا الحته دي في الكونديشن. وفي نفس التوقيت لو الانتر سنسور او الاكزيت سنسور حس، خلي الكلوز بزيرو واستنى واحد ثانيه وجو تو اوبن، اوبن في الحته دي. طب ما هنا اف واف، احدى الاثنين هيحس ينفذ نفس الكود. بص كده الجزئيه دي نفسها، ممكن انا الغي الجزئيه دي اللي هنا دي خالص واقول اف كلوز اند بيساوي سواء يساوي واحد، او الانتري سنسور يساوي سواء واحد، او الاكزيت سنسور يساوي سواء واحد، اللي هو الكونديشن يبقى هنا. اعمل الموتور كلوز واستنى واحد ثانيه وجو تو لوب مباشره في الحته دي. هتقول لي طب ما هو عامل لها تشيك فوق، ما فيش مشكله، هيلقى الشخص واقف يعمل لها تشيك ثاني، هيلقى برده ما زال الشخص واقف فهيبقى حاسس، يروح عامل اوبن على طول. يبقى ممكن انا الجزئيه دي الغيها في الحته دي هنا كده، واروح واخد هنا الكونديشن ده اقول له اور الاثنين كونديشن دول، وانفذ كلوز بيساوي زيرو ديلي جو تو لوب مباشره واشيل الجزئيه دي مباشره. طب هو لما فيش ولا واحده من الثلاثه حاسه يعمل ايه؟ يرجع تاني يعمل تشيك لغايه ما واحده من الثلاثه تحس. اوكي، بس طبعا انا بقفل القوس بتاع الاف اللي بره، الاف القوس ده اللي هنا بتاع اف اللي فوق خالص دي اللي هنا. طبعا ايه الكود بسيط، تعال كده نعمل سيميوليشن عليه. انا عامل الكود، عامل ستوب الاول اهو، نروح نجيب الكود كده، كود 2. طبعا احنا اتعلمنا الكلام ده ازاي، عامل الكود بتاعي على المايكرو سي. تعال نعمل رن كده. طبعا ايه هنعمل ستارت، هتلقى الموتور مش بيدور اصلا، فرضين الموتور قافل او البوابه مقفوله. عملت ستارت، طب الانتري حس، الانتري حس مباشره الموتور يعمل ايه؟ اوبن لغايه مين؟ ما السنسور بتاعه يحس. اول ما يحس يستنى 5 ثانيه مباشره، وبعد كده يروح عامل ايه؟ فاتح البوابه، قافل البوابه سوري، يروح قافل البوابه اهو، قافل البوابه لغايه مين؟ لغايه ما السنسور بتاعه يحس او الليمت سنسور يحس. طيب في واحد عايز يعمل اكزيت يطلع بره، يطلع من نفس البوابه اهو، يبقى يعمل ايه؟ اوبن للبوابه، اوبن تمام لغايه مين ما يحس؟ الاوبن يحس سنسور. طيب 5 ثانيه هيعكس حركته اهو، عكس حركته، هو بيقفل دلوقتي، هيقعد يقفل لغايه مين ما يحس؟ لغايه ما الليمت سنسور ده يحس. طب في نفس التوقيت هو بيقفل اهو، في شخص عايز يدخل مثلا انتري، مباشرة وقف وعكس حركته ان هو يفتح البوابة لغاية ما مين؟ لغاية ما الاوبن يحس. اتمنى يكون الكود مفهوم. عندنا جراج ممكن يبقى سيمبل كده بسيط، عبارة عن ايه؟ جراج لعربية واحدة، وممكن يبقى في جراج لعدد معين من العربيات، ده اسمه كومبلكس مين جراج. الكونديشن كالاتي، ان انا عندي بيت مثلا وعندي جراج تحت ملكي الخاص، ده بيسيع عربية واحدة، بيسيع عربية واحدة. بيقول لك ايه الديفولت عندي؟ ان الجراج ماله كلوزد في البداية خلاص. عندي كمان في ليميت سنسور اول البوابة من بره، وفي ليميت سنسور تاني من جوه، فأي ليميت سنسور في الاتنين يحس اوتوماتيك يروح فاتح البوابة. ليه؟ ما ممكن العربية تبقى بره وعايز ادخلها جوه، فانا اضغط على ليميت سنسور ده هنا يحس يروح يفتح الباب ادخل جوه. طب نفترض انا جوه وعايز اطلع، فانا جوه هضغط على الليمت سنسور اللي جوه يروح فاتح البوابه اروح انا طالع. يبقى الليمت سنسور جوه او بره يحس، جوه او بره يحس اوتوماتيك يروح فاتح البوابه، بعد زمن معين بيروح قافل البوابه. تعال كده نشوف السيكونس عندنا. يبقى اول حاجه الديفولت عندي ان الجراج عندي كلوزد، لازم طبعا مفيش ستارت هنا، مفيش ستارت مين سويتش، لا مباشره. هقول لما السويتش عندي بريست اللي هو خاص مين؟ بجوه او بره، جوه او بره، هيعمل ايه للموتور؟ اوبننج خلاص.
وعندي طبعا ليدتين كده، ليد خضراء وليد حمراء، هيعمل للموتور اوبننج. والجرين دي في نفس الوقت هتدي فلاش لمده 20 ثانيه، تعمل فلاش 20 ثانيه، فلاش يعني اون اوف لمده 20 ثانيه. طيب بعدها هيبقى خلص فتح، هيعمل ايه للموتور؟ دور ستوب اوبن، هوقف فتح الموتور، هوقف فتح الموتور بعد 20 ثانيه. بعد كده هخلي العربيه او انتظر العربيه تدخل، هي العربيه بتدخل في نفس التوقيت الجرين والريد الاثنين ينوروا 30 ثانيه. طب العربية خلاص دخلت جوه، دخلت جوه يبقى خلال ال 30 ثانية دي أعمل إيه للموتور بعدها؟ أعمل كلوز وأطفي الجرين وأشغل الريد لمدة 20 ثانية. يبقى تاني أنا واقف بره وليكن، وهضغط على ليميت سنسور اللي بره، أول ما أحس يروح فاتح البوابة لمدة كام؟ لمدة 20 ثانية. وفي خلال ال 20 ثانية دي في نفس التوقيت هنا الجرين دي بتدي فلاش والريد عندي طفي. خلي بالك هنا مفيش ليميت سنسور يحس ان الباب فتح للاخر، لا ده طيب انا مشغله بطيب مش اكتر. وقتها على طول مباشره بعد ال 20 ثانيه اعمل دور ستوب، اوقف الموتور تمام. والاثنين اللمب عندي اللي هو الجرين والريد يعملوا مين؟ يبقوا منورين على طول مده 30 ثانيه. بعد ال 30 ثانيه اقفل البوابه، لان هكون انا خلال 30 دخلت، خلال 30 ثانيه هكون دخلت جوه. هعمل كلوز بعد كده، وبعد كده انا وبعمل كلوز الريد بتاعتي بتدي فلاش لمده 20 ثانيه. طب انا في الحاله دي لو انا هدخل، طب لو انا عايز اطلع في نفس التوقيت، لو انا عايز اطلع نفس الحكايه، الليمت سنسور جوه يحس يعمل نفس السيكونس. يبقى تاني انا عندي عكس حركه الموتور، ممكن اعكسه باثنين ريلي او اربعه ترانزستور زي ما احنا شرحنا. انا موصل ده على سي 0 سي 1 او سي 0 سي 1، يعني ارسم الدايره دي او دي. طبعا عندي الليدتين هنا جرين وريد، وكل مقاومه 330 موصلهم على سي 2 وسي 3. عندي اثنين سنسور بس، الانسايد والاوتسايد تمام، والاثنين بول مين؟ بول اب، يعني الديفولت داخل واحد، يعني هم مش حاسين داخل واحد، لما يحسوا يدخل زيرو. يبقى الديفولت داخل واحد يعني مش حاسين، اول ما يحسوا معناها ان انا اضغط يدخل زيرو. تعال كده معايا، اول حاجه بعرف الهاش ديفاين بتاعتي، الانسايد سويتش على بي 0، الاوتسايد على بي 1، الموتور اوبن وكلوز على سي 0 سي 1، والاثنين ليد على سي 2 وسي 3. ادي الفويد مين عندي. هعرف متغير اسمه كاركتر من نوع مين؟ انساين كاركتر، اسمه اي تمام. وتريس سي وبورت سي ب 0 لان هم اوتبوت طبعا اللي هو خاصين بالموتور والليدات. وهعرف تريس بي عندي اثنين انبوت اهو، وصفرت بورت بي هقول له لوب وجو تو لوب، ده الكود اللي هيتكرر عندي. اعمل ايه؟ اتفقنا ان السنسور اللي جوه او اللي بره يحس يفتح البوابه وينفذ الكود بتاعي. يبقى اقول ايه؟ انسايد سويتش بيساوي ساوي 0، او الاوتسايد سويتش بيساوي ساوي 0. ليه قلت يساوي 0؟ لان الديفولت هيبقى داخل واحد، يعني لو مش حاسس داخل واحد. طب انت لما تضغط مع او السنسور يحس معناها ايه؟ معناها حس يعني يدخل 0. يبقى اقول له لو السويتش ده حس يعني معناها 0، او السويتش الثاني حس معناها 0 تمام. اعمل ايه للاوبن؟ شغله. طيب هيشغله، وفي نفس الوقت الجرين عندي هتعمل ايه؟ تدي فلاش لمده كام ثانيه؟ 20 ثانيه. يبقى اقول له 4i بتساوي 0، اقل من 20، يبقى من 0 ل 19 يديني 20 تمام، 20. طيب هعمل ايه للجرين؟ المفروض تدي فلاش، فلاش يعني اشغلها اون وبعد كده اشغلها اوف. طب انا هعمل ليد اون وبعد كده ديلي وليد اوف وديلي؟ لا، احنا اتفقنا خدنا مين؟ النط دي خدناها قبل كده في فيديو وشرحناها، ان انا باخد الجرين ريد، الجرين ريد اللي هي اكنها موجوده في بورت سي اهي، بورت سي متصفر يبقى البدايه بتاعها صفر، لما فيها تبقى بواحد يعني تنور لمده كام؟ هستنى واحد ثانيه، ارجع تاني هتبقى واحد من الحاله الاولانيه، تتنفي تبقى زيرو، استنى واحد ثانيه، هتبقى اون اوف كل واحد ثانيه. عندي واحد ثانيه في من 0 ل 19 او من 0 لاقل 20، يعني دول عددهم 20، 20 في واحد ثانيه يديك 20 ثانيه. يبقى الجرين هتدي فلاش 20 واحد 20 ثانيه في نفس التوقيت. الموتور اوبن شغال، هو بيفتح اهو. طب بعد ال 20 ثانيه المفروض اعمل ايه للاوبن؟ اوقفه، اعمل زيرو اوقفه. طب بعد ما اوقفه اتفقنا ان الاثنين ليد الجرين والليد يبقوا بكام؟ بواحد، الجرين والريد بيبقوا بواحد. طب الريد هنا مشغلها في اول حاله، اول مره شغالها في البرنامج. واحد ممكن يقول الجرين ليد، ما هو ممكن تبقى شغاله من قبل كده، ما هو ممكن تطلع من الفلاش من هنا من اللوب دي تطلع طافيه، فانا لازم اشغلها هنا اضمن انها تبقى شغاله. طيب
الكلام ده هيتم لمدة كام؟ 30 ثانية. 30 ثانية، 30 ثانية هضمن العربية دخلت في نفس في الفترة دي خلال 30 ثانية. بعدها هعمل ايه؟ كلوز 1 ثانية. سوري، اعمل كلوز على طول، هشغل البن بتاعة الكلوز. طيب اعمل كلوز لمدة كام؟ لمدة 20 ثانية. بس مين اللي هتنور المرة دي؟ الريد تدي فلاش، الريد تدي فلاش. يبقى أول حاجة الجرين ليد أطفيها، هو عايز يطفيها، عايز يشغل الريد بس لمدة كام؟ 20 ثانية. أهو أدي ال 20 بتاعتي اللي هي جوه فور، أشغلها. أعمل مين المرة دي؟ أنفر ريد، الريد كده أخليها تعمل فلاش لمدة كام؟ 1 ثانية، تدي فلاش كل 1 ثانية. تتكرر الموضوع ده 20 مرة. خلي بالك إن الريد كانت فين؟ فوق شغالة. طب بعدها ايه يحصل؟ الموتور كلوز اوقفه وما انساش الريد اطفيه، يبقى اوقف الموتور كلوز لان هو كان شغال والحمراء بتدي فلاش. اطلع بعد كده اروح اوقف الكلوز واوقف مين؟ الريد. ده الكود ببساطه. تعال كده نروح للبروتس عندنا، دي البنات زي ما احنا قلنا اهو، نعمل رن. طيب الانسايد هيحس، خلي بالك الانسايد هيحس او الاوت سايد، اي واحد في الاثنين. هو طبعا الديفولت داخل واحد، لما اضغط كده يدخل كام؟ يدخل زيرو. خلي بالك ان الدائره دي مكرره. هنا هيعمل ايه؟ هو بيعمل اوبن اهو، بيعمل اوبن في الاتجاه ده، والريد عندي بتدي ايه؟ الريد عندي طافيه والجرين بتدي فلاش لمده 20 ثانيه. طبعا هنتظر 20 ثانيه. بعد كده الاوبن وقف، الاوبن وقف خلاص، وقف الموتور اهو، والاثنين هينوروا في نفس التوقيت. خلي بالك لمده كام؟ لمده 30 ثانيه زي ما احنا كاتبين اهو. هو عمل ايه؟ وقف الموتور اهو والاثنين نوروا لمده كام؟ 30 ثانيه. بعد ال 30 ثانيه هيبتدي يعكس حركته. زي ما انتوا لاحظتوا كده انه عكس حركته اهو، والريد عندي بتدي ايه؟ بتدي فلاش، والجرين الجرين مالها؟ طفت. الكلام ده هيتم لغايه ايه؟ لغايه كام؟ لغايه عندي 20 ثانيه اهي. بعد ال 20 ثانيه يطفي الاثنين، يوقف الكلوز ويطفي الريد. خدتوا بالكم؟ الاتنين اهو وقفوا وكمان الموتور وقف خلاص. نروح للبرنامج التالت اللي هو الليفل كنترول. عندي الليفل كنترول عندي في المنظومه ستارت ستوب عادي خالص. عندي هنا تانك، التانك ده فيه اتنين سنسور، السنسور اللي فوق ده اسمه بيحس بالهاي ليفل عندي، والسنسور تحت بيحس باللو ليفل. عندي بامب بتضخ الميه، وعندي تحت فالف ده عشان اتحكم في الفلو بتاع مين؟ بتاع السائل ده. طيب بيقول لك ان البامب بتبتدي تشتغل، تشتغل لغايه ما مين اللي يحس؟ الهاي ليفل. اول ما الهاي ليفل عندي يحس يوقف البامب ويشغل مين؟ يشغل الفالف. طيب طبعا انت مشغل الفالف، فالمستوى السائل هنا هيقل، هيقل لغايه ما يوصل فين؟ لللو ليفل. اول ما اللو ليفل يحس، يفصل الفالف، يوقف الفالف طبعا، يشغل مين؟ البامب. فبالتالي هتلاقيني دايما انا محافظ على مستوى السائل ده في التانك ده من اللو ليفل للهاي ليفل. ده البروتس عندي، انا عندي ستارت ستوب اهو، ستارت وعندي ستوب اهو، وعندي الهاي ليفل واللو ليفل كلهم بول مين؟ بول داون، يعني الديفولت داخل زيرو. عندي كمان الموتور الخاص بالبامب اهو، انا عملت له انترفيس زي ما احنا شرحنا، ومعانا كمان الفالف عملت له انترفيس اهو. طبعا عندي في البروتس انا الفالف معرفتش اعمل له سيميليشن، فانا جبت موتور كده وكتبت عليه فالف، هعتبر ان ده الفالف بتاعي. البرنامج بسيط جدا، هعرف الستارت عندي على بي 0، طبعا الست هو الستوب، هعرف اللو ليفل على بي 1 والهاي ليفل على بي 2، هعرف الفالف على سي 0 والبامب على سي 1، وهروح للفويد مين. اول حاجه اصفر التريس سي عشان اعرفها كاوتبوت، واصفر بورت سي بيساوي 0 عشان ابقى فاصل البامب والفالف في البدايه. هعرف بورت بي، التريس بي عندي التلاتة انبوت اهو، وبقى اصفر بورت بي.
هقول له طول ما ستارت سويتش بيساوي يساوي زيرو. ليه قلت يساوي يساوي زيرو هنا؟ لان هو الديفولت داخل زيرو، الديفولت بتاع الستارت داخل زيرو، فبقول له طول ما انت زيرو خليك لافف في الحته دي او واقف في الحته دي لغايه ما انت تضغط. اول ما تضغط هو يدخل واحد، اول ما يدخل واحد الشرط ده ما يتحققش يروح يرجع او ينزل للخطوه اللي بعدها. طيب الخطوه اللي بعدها اللي هي الكود الاساسي بتاعي اللي هو اللو جوتلو. عندي اقول له لو اللو ليفل حس، ما خلي بالك الديفولت داخل كام؟ زيرو. زيرو معناها مش حاسس، زيرو معناها مش حاسس، تمام. اللو ليفل مش حاسس يعني مش حاسس يعني في ميه. تاني طول ما هو في ميه يعني معناها مش حاسس، لكن لما الميه تقل او ما يبقاش في ميه قباله فهو يبتدي يديني واحد. فاللو ليفل بيساوي يساوي واحد معناها ان ما فيش ميه قباله، يعني مستوى الميه نزل او قل. طول ما هو ادى واحد اعمل ايه؟ شغل مين؟ افصل الفالف، افصل الفالف وشغل مين؟ البامب. يبقى افصل الفالف واشغل البامب، اشغل البامب عشان اللو ليفل حاسس، يعني مستوى الميه نزل عن المستوى المطلوب. طب لو الهاي ليفل بيساوي يساوي واحد يعني لغايه ما يوصل للهاي ليفل اعمل ايه؟ طول ما هو حس اول ما يحس اعمل ايه؟ اشغل الفالف وافصل مين؟ البامب، اشغل الفالف وافصل البامب. ده كان البرنامج بتاعنا. نروح نشوف البروتس بتاعه اهو. تعال كده نعمل ران. طبعا ستارت في البدايه للمنظومه اهو. اعمل ايه بعد كده؟ بصوا معايا كده اللو ليفل حس اهو، شغل مين؟ شغل البامب، شغل البامب والفالف فاصل لغايه ما يملى، لغايه ما يملى يملى. مين اللي هيحس بعدها؟ يملى لغايه ما الهاي ليفل يحس. اول ما هي الهاي ليفل يحس عندي الفالف مين يشتغل والبامب يفصل، تمام. طيب طب نفترض الميه قلت لغايه ما اللو ليفل حس، شغل البامب يفصل الفالف. طيب عملت ستوب في اي وقت الاثنين يروحوا فاصلين في نفس التوقيت. يعني لو قلنا ستارت كده وادي الهاي ليفل شغال والفالف فاتح اهو شغال اهو، في اي وقت عملت ستوب يروح يوقف كله. طبعا في ابلكيشن تاني هو نفس التوصيله، ادي البامب موتر عندي والسويتشات زي ما هي، مفيش فالف عندنا، بمعنى ان التانك عندنا اهو بيبقى فيه مضخه بامب بس، بامب بس بتضخ الماء، وعندي اللو ليفل والهاي ليفل ومفيش فالف هنا بيفتح، لا المسار ده مفتوح اوتوماتيك، يعني مش بعمل عليه كنترول، يعني هو ديفولت مفتوح. فبالتالي بعمل ايه؟ بدخل ميه بدخل ميه في حاله ان الميه دي اقل من الهاي ليفل، يعني الهاي ليفل ده هيبقى طول ما هو مش قباله ميه ببقى مشغل البامب عليه خالص. اشغل الميه اشغل البامب لغايه امتى؟ اشغل البامب لغايه ما الهاي يحس. اول ما الهاي عندي يحس ده اروح اوقف البامب، تمام. يبقى البرنامج ببساطه ان انا ما عنديش فالف هنا، الكنترول كله على البامب بس، لان الفتحه دي بتبقى مفتوحه دايما. تعال نشوف الكود ببساطه، هو نفس الخطوات اللي فاتت بس انا شلت خطوه الفالف، الفالف مش موجود عندي. هنروح نعمل ستارت سويتش اهو، بعد كده اقول له لو بوجوتو لوب، هقول له لو لو ليفل حاسس، لو لو ليفل حاسس اعمل ايه للبامب شغاله، يعني مع كده مستوى الميه قل. طيب لو الهاي ليفل حاس اعمل ايه للبامب؟ افصل بس. ده الكود ببساطه. طبعا لو عندكم اي استفسارات او اسئله سيبوها لنا في التعليقات اسفل الفيديو. ما تنسوش تسمعوا الحلقه الخاصه بالالارم سيستم والبيبر كاتنج ماشين والاوتوماتيك دريل سيستم، فيديو مهم طبعا، وفي بعض الابلكيشن اللي بنكمل الحلقه دي. وما تنسوش تسمعوا برضو اللي هي الديجيتال ترافيك لايت والاوتوماتيك جراج، باستخدام انا شارح الاوتوماتيك جراج هنا عدد كبير من العربيات تقريبا 9 ومع 7 سيجمنت كمان. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه سبسكرايب عشان تتابعونا في باقي الحلقات، وشكرا جزيلا.